وإذا مقطع يا حبايب طلب بسيط، ثاني واحدة بس حطوا لايك على المقطع. الصراحة هذه فترة قاعدة أتعب هواي على المقاطع، فبس قدروا التعب بزر اللايك. الخبر أول اللي عدنا عن أنس الشايب ودخول المستشفى. فبسان اسماعيل نزلت على حساب أنس الشايب بالإنستغرام شوية ستوريات كانت كاتبة بيها دعاكم. بعد نزلت شوية ستوريات صارت تقول بيها إنه هي حاليا سافرت من تركيا ورجعت حاليا لدبي للإمارات، وبس رجعت أنس الشايب كان يستقبلها من المطار. اجا هو وقع وصار ما يقدر يمشي على رجليه. مثل ما تعرفون يا حبايبي انه انا الشايب يوم 30 بالشهر راح يكون عندي نزال ويا راشد. فانا الشايب حاليا مصاب بسبب كثر التمارين حسب ما قالت بيسان. هاي حبايبي كيفكن؟ حبايبي انا حاليا بدبي، اليوم وصلت على دبي واجا انس اخذني من المطار، وبعد ما اخذني من المطار رجليه تدمروا على الاخر، بطل يقدر يمشي عليهم ابدا. نحن حاليا بالمشفى وهي نايم، أخذ إبرتين تقريباً، رجليه بطل يقدر يمشي عليهم خالص، يمكن لأنه شد كتير بالتدريب وصار يركض كتير ما عاد قدر يستحمل. فإن شاء الله رب ادعوا له، لأنه الفايت قرب والمصارعة قربت واجته هالمشكلة، فيا رب الله يشيل منه الوجع وإن شاء الله كله خير. و thank you دكتور، thank you very much، thank you. حبايبي طبعا هذا لا يعني انه انس رح يفوز، انس اكيد حيفوز رغم كل المشاكل اللي صارت معه ورجليه، رح يفوز خاوة على راشد تمام، لانه راشد حبايبي طلع ستوري وصار يحكي انه انس بلش يتحجج برجليه وهيك. لا هو ما عم يتحجج، هو عم يورجيك انه حتى لو وجعوا رجليه حيفوز عليك خاوة ان شاء الله بثلاثين الشهر. وانت كمان انسان يعني متدرب، بتعرفش يعني بوكسينج من قبل 3 سنين، وانس الشهر اللي رح يتدرب فيه بال20 يوم تقريبا رح يتدرب فيهم حيكون قد وقدود وحيجيبك وحيخسرك اكيد. وانوس طبعا الله يشفي يا رب وان شاء الله يتعالج باسرع وقت. ولا تنسون يا حبايب ان تدعوا له بالكومنتات والله يشفي يا رب. نروح حاليا المشكلة احمد ابو الربيع برهوم المعراوي ورد برهوم عليه. فالقصة يا حبايب كلها بدت لما برهوم المعراوي نزل هذا المقطع على احمد ابو الربيع، وبهذا المقطع نوعا ما هو كان يستهزئ باحمد ابو الربيع. فبعدها احمد رد عليه انه هو يشيل الفولو من عنده بحسابه بالانستغرام. بعدها احمد ابو الربيع نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب، وين صار يتهجم على برهوم ويحرض المتابعين عليه، وهذا اللي خلى مقطع برهوم انه يحصل اكثر من 16000 ديسلايك. طبعا برهوم طلع ورد عليه بحسابه بالانستغرام، فنزل هذا الستوري اللي كان كاتب بيه حكايه حلوه وقد تعملني متخاذل، رغم كل وفاتي المنيحه معك واضح انك حاقد من زمان، اذا الفولو مسميني اياه هو صاحبه فما بدي اياه، لان هو دائما كل ما يصير مشكله بيناتهم احمد ابو الربيع يشيل الفولو من عنده على مود ينهي الصداقه. الفيديو اللي نزلته كان انتقاد وانتقدتك فيه ما كان فيه اي كلمه غلط، وعادي حتى لو كنت صاحبي راح انتقدك، اذا ما بتتحمل نقد احذف محتواك. شفت الفيديو وكيف قاعد بتجيب مقاطع مشان تبينني متخاذل بحجه انهم عاملين لي فولو. بالمناسبة كل أصحابك عاملين لي فولو، فمش منطق تحكي هالحكي، تبريرك فاشل برو. عصبيتك وردت فعلك بالتوضيح الغلط اللي عملته، وقت تعمل غلط وتطلع تعتذر وتحكي انك اعتذرت وتظل تصرع مخنا انك اعتذرت، ترى شي منيح معاطل وبرافو عليك انك اعتذرت، بس لازم تتحمل الانتقاد والهجوم. كان ما فرقت عن عيون حلوة يلي دعس امه بتها، اللي هو يقصد كاميرون هيرن اللي هو سوى حادث دعم مرة وبتها وقالوا الناس لازم يطلع من السجن لان هو حلو، فيقول انه حتى اللي هو اعتذر هذا الشخص المفروض انه ما نسامحه على الغلط مالته. مش اول مرة بتعمل انفولو وهجوم على برهوم، لانك كنت صاحبي وكنت اعزك، ما كنت اترك مجال لاي شخص يطلع يحكي عليك كلمة واحدة، وانت عارف هالحكي تمام. مش راح ابعث لك هالحكي على الخاص لان عارف انك ما راح تشوفه، بكفي تحريض علي انا ما حكيت شي عليك، بس باين منيح كرهك وحقدك يا باشا. صدقا مش زعلان، بس توقعتك اكبر ناقد بفهم عرفته. قبل ما ترضى على الناس رضاها على نفسك، كنت بتمني لو عامل فيديو مستاهل عن جد انك تطلعني متخاذل. عاملني بقناتك الجيمنج حمار وبتهين فيي برو، كثير عادي الموضوع ومش زعلان لانه كنت ماخذ الموضوع مزحه، بس تمام وصلت يا باشا. الفيديو تبعي اكل ديسلايكات بسبب تحريضك اللي ما له داعي، مشكلتك مع الناس الحقيقيه ما عملت لهم مثلي لانه عارف راح يضل يجيبوا لك فيوز، ما ظل حدا يوقف معك بالنهايه اذا مستمر على هالحاله، استعطفك بطريقه مستفزه كثير باين، وكثير مقدر وممتن ومشكر كل الناس اللي فهمت الفيديو تبعي. برجع وبقول انا مش غلطان. فاكتبوا لنا احباب بالكومنتات بعد ما سمعتوا حاليا من الطرفين، انتوا ويا منو، ويا برهوم او ويا احمد ابو الرب؟ ننتقل حاليا لحسين الصباغ اللي هو مدير اعمال نورمار السابق واللي يعرف كل شيء عن النورمار. نزل شويه ستوريات طلع بيها وصار يقول له اطلع انا حاليا واكشف حقيقه خروج قمر ويارا من فريق نورمار، ممكن نورمار يتعرض له هواي من التهجم وممكن توصل المتابعين انه يقتلوه. بالاضافه صار يقول على قمر انه هي طفله وحاليا مبتزه، وهواي كلام صراحه كلش صادم راح احطكم اياه، شوفوا الستوريات مالته. الاسباب ماديه مثلا، شو اقول لهم؟ في شيء مادي بالموضوع، بس الموضوع الاخلاقي هو الاول. اقول لكم انه واحده من البنات يعني طلعت كرمال رفيقتها اللي خذلتها بعدين. انا اذا حكيت ليش طلعوا اعضاء الفريق
في شعب كامل راح يقوم يثور ضد هالشخص هذا، يمكن يقتله، يمكن يأذيه بحياته، يمكن كذا. أنا هذا الشيء شيء أنه واحدة من البنات مظلومة والبنت الثانية طفلة وعم تبتز وعم تهدد كرمال ما تحكي أو ما تبعد عن الحدث، ومتابعة باستغلال أنه ما تبقى من شعبيتها مشان ما أنه يتحول للأمر لأنه يضر الشخص هذا. ما أدري صحيح تمنى يا حبايب بالكومنتات، هل تتوقعون فعلا الكلام قاعد يقوله صحيح أو لا؟ نروح حاليا لياسو وسام تيكت، ليش هم قاعد يحاولون يخفون على المتابعين حقيقة انهم رجعوا لبعض؟ في المقطع السابق يا حبايب قلت لكم انه ياسو وسام سووا اثنيناتهم فولو نفس هذا الشخص اللي هو الكابتن اللي يروحون يتدربون عنده كل يوم الصبح، وحطيت طبعا الدلائل بالفيديو انهم مسوين له فولو لهذا الكابتن. واضح يا حبايب انهم حابين يخفون هذه الحقيقة، فلهذا ياسو شالت الفولو من هذا الشخص، ولكن بنفس الوقت هي نزلت شوية ستوريات على حساب واحد من الاشخاص كان بين بها ياسو ويا هذا الشخص طالعين ويا بعض، وبنفس الوقت كانوا وياهم عمر الكيلاني. طبعا ما يعرف عمر الكيلاني هو واحد من اعضاء فريق فافنابول السابقين، وكانت وياهم كريستينا غريب اللي هي اخت ماريانا. من الواضح انه ياسو سامحتهم على غلط عمر الكيلاني لما نزل عليها الدس بالسابق، سامحت هي وكريستينا. اما بالنسبه لمصطفى ريدر فهو نزل على منتدى مالته انه راح يعني ينزل باكر اغنيه كلش ناريه، فالواضح حتكون على ياسو، راح تنزل باكر الساعه بالاربعة. فاكتبوا لنا احبابي بالكومنتات انتم ايش كم متحمسين لهذا الفيديو كليب. روح حاليا لكويلي واعتزاله للسوشيال ميديا، فنزل هذا البوست على حسابه بالانستغرام كان كاتب بي مع السلامه، واللي يعني من خلاله راح يقطع فتره كلش طويله عن السوشيال ميديا بعدها يرجع. اكون موفق يا رب وان شاء الله يرجع باسرع وقت. نختم اخر شيء برهم مفاجاه سواها الكارولين بمناسبه وصول حسابها بالانستغرام 800000 متابع، فنزل شويه ستوريات كانوا بي من داخل المطعم، وبهذه الستوريات برهم كان جايب مفاجاه الكارولين رغم انه فضحها الصراحه بالستوري لأنه هي تنرجل، فبالستوري مالته هو كان يصورها بدون ما تدري وهي كانت لازم نرجيله بإيدها، وبس شافت الكاميرا هي شوية ارتعبت يعني وشالت النرجيش في الستوريات. عادي مع ثلاث أشخاص هني عم يحكوا لحالهم ودارجيني. احكي مع حالك بس احكي مع حالك يا أزلي. أنت مثلنا يا باشا شو بيه؟ يا الله أنا عايمي روح أنا عايمي روح. ايوه كارولين، يلا يلا يلا، مبروك مبروك، الله يحييه. وقبل ما اختم يا حبايب، صارت يوتيوب نزلت مقطع على قناتها باليوتيوب، المقطع الصراحه كلش ناري كلش خرافي كلش رهيب، راح احط لكم رابط بالوصف الكل يروح يشوف المقطع، الصدمات كلش خرافيه، الرابط بالوصف الكل يروح يشوف مقطع صار يوتيوب يا حبايب، وصلوا 60000 مشترك باسرع وقت. وبس والله كان يكون فهد الزين من قناه مملكه القصص، وكانكم فهد الزين، مع السلامه. رابط قناه مقطع صار يوتيوب بالوصف الكل يروح يشوف المقطع، ومع السلامه.